السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من فضلكم إذا عجبكم الفيديو اشتركوا بالقناة واعملوا لايك وفعلوا زر الجرس، وشكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي، معكم محمد مرة ثانية بفيديو جديد. اليوم موضوعنا عن طابعة HP Office موديل 3831. بصراحة الطابعة كتير ممتازة ومواصفاتها حلوة كمان ومنزلية، يعني هي بصراحة منزلية تمام. فيها بس سيئة واحدة، انه ما لها سريعة كتير. يعني انت مثلا بتعطي امر لطباعة صورة او ورقة او اي شيء مثلا بدك تطبعه، بيتحمل تقريبا حوالي 50 ثانية تقريبا للورقة الواحدة اللي بدك تطبعها تمام. فهي بحس انه شوي كتير، يعني 50 ثانية كتير انه مثلا طباعة ورقة. بس هي العيب الوحيد اللي فيها. اما هي كطابعة بصراحة ممتازة، بتطبع عليها اوراق عادية وبامكانك تطبع عليها صور شخصية. طبعا بتجيب ورق خصوصي فيها، في ورق خصوصي كمان بنحط هون ورا تمام. هي بنشال الورق هاد تمام، وبيتصغر من هون، بتصغر انت على قياس الصور اللي لازم تصغرها تطبعها تمام. فبصراحة الطابعة جيدة وممتازة، ومثل ما تكون هي موديلها 3831، طابعة كتير حلوة فيها ميزات. الميزة مثلا هون بإمكانك انت تفتح هذا الغطاء، تحط اذا كان عندك 20 ورقة 30 ورقة اللي هن 50 ورقة بتحطهم هون، بيسحبون، هي بتسحبهم وحدة وحدة تمام. فهي الميزة انه كرمال ما الواحد يقعد كل شوي يفتح الغطاء يصور ويرجع يفتح الغطاء يصور. فبتحط الوراق، انت عليك تحط الوراق هون، هي بقى بتطبع هون تمام. هي بالنسبة لهون بتسحبهم من هون من فوق، بيطلعوا من هون من هذا المكان تمام. هي بالنسبة لهي. في عنا كمان بامكانك تفتح الغطاء تمام، كمان في عندك هون سكان، كمان فيك تحط صور هون اللي بدك اياها، مثلا صورة تصبح هون تعمل فيها سكانر. كمان السكانر تبعها ممتاز ما شاء الله، دقيق تمام. هاي بالنسبة لموضوع، في عنا هون زر التشغيل، تشغلها شايفين معي، هاي البرنامج تبعها. فاكس اذا في عندك فاكس تربطه بالفاكس تمام. مسح اللي هو السكانر، النسخ اللي هو انت قديش بدك تنسخ، مثلا كم نسخة بدك. لنفترض النسخ مثلا نفوت عليه، النسخ كم واحدة بدك، تحطه انت العدد اللي بدك اياه. بامكانك تحط واحد واحد، او بامكانك تحط كيبورد، هون في كيبورد تكبس عليه بيطلع لك كيبورد، تحط قديش بدك، 10 20 30 اللي هو تمام. هون مثلا طبعا الطابعة بتطبع ملون وأبيض وأسود، فيها ملون وفيها أبيض وأسود. هون بترجع زر الرجوع، تمشي بالسيستم تبعها، في لها هو كذا صفحة. هون المطبوعات شو طابع أنت، هون النماذج السريعية، إعدادات تبعها بدك تعمل شي إعدادات، تفوت على إعدادات. هون التعليمات، أول شي التعليمات. هاي الكبسة اللي هون اللي هي هي مشان تربطها بالوايرلس، تعمل لها ارتباط بالوايرلس تمام. هاي بتربطها بالتليفون، خصوصي بالتليفون. هاي بتعرف هون الألوان، الأحبار عندك قديش بقيان. أنا طبعا من يومين عبيت على حبر جديد لأنه الأدا ما خلصوا تمام. بصراحة الطابعة كتير حلوة وكتير ظريفة. ومن هون بيطلع، هاي من هون تسحبها، هاي من تحت هيك تكون مسكرة هيك، تسحبها من هون هيك تمام. هي مشان وقت تطبع الوراق انت، بيطلع الوراق هيك، بيجوا لهون، بيطلعوا بينصفوا هون الوراق تمام. هي بالنسبة لها. بالنسبة للأحبار تبعها وين بنحطه، بنحطه هون. الأحبار تبعها بتفتح من هون تمام، وبتفتح من الطرف الثاني كمان هون، تفتح هذا الغطاء. هون بينحطوا الاحبار، هلا ليك الاحبار رجعوا دغري عم يتحركوا، بيجوا مكانهم على النص.
هذا الحبر اللي على اليسار اللي هو الملون اللي هو لونه زهري، واللي على اليمين اللي هو بيجي لون الأسود. تمام، طبعا كتير سهل بالنسبة لموضوع تركيبهم وفكهم، بس عليك من هون تضغط هيك ضغطة لتحت تلاقي طلع الحبر، تسحبه. تمام، ترجع بتحطه الحبر هيك. تمام، كمان بتضغطه ضغطة لفوق بيركب، كتير سهل. تمام، وصلت. وبصراحة يعني مثل ما قلت لكم أنا صار زمان عندي والله الطابعة، ما شاء الله أمورها جيدة، أمورها منيحة وما في عليها أي مشاكل، وتقريبا ما لها غالية. يعني أخذناها ب 65 يورو تقريبا، كانوا عاملين عليها عرض ب 65 يورو، فهي يمكن سعرها العادي 75 يورو كان، فكانوا عاملين عليها عرض 10 يورو أخذناها، فكانت ممتازة. أو إن الشاشة بدك تطفيها مثلا تعمل لها هيك كبسة بتطفي، هي عم يعطيك إنه بعد بضع ثواني بتطفي، طفيت. تمام، هذا كان الفيديو تبعنا لليوم، بتمنى أكون أفدتكم بهذا الموضوع، واللي عنده أي استفسارات أو أي أسئلة كمان أخوكم محمد جاهز إن شاء الله. ولا تنسونا من الاشتراك بالقناة، ولا تنسوا الدعم، الله يخليكم ادعمونا كمان، احنا بحاجة دعمكم ان شاء الله. وبتشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.